نرجعوا للتلفزه باش نحكيوا على واحده من نجمات مكتوب ثلاثه كرهوها برشا توانسه بالرول نتاعها. نستقبلوا فريال في مكتوب ولا نجله بن عبد الله في لباس. عسلامة نجلة، صح شيبك؟ صح شيبك. مرحبا بيك، صافا؟ يعيشك. نجلة بن عبد الله الجمهور يحب يسألك؟ لاباس الحمد لله، صافا. جمهورك ما بارد، لاباس بارد، كي ما يحبوكش. سي نورمال يكرهوني. بالحق الفازة هذه معناتها، أنت معناتها بالحق قلبي معاك، تريحة من عند ناجح في أول مسلسل وتريحة من عند يوسف في آخر مسلسل. عام الجاي في عندي ما نقولك ولا في مكتوب باش نلقاوك؟ عندي ما نقولك كذا. ظلي عندي ما نقولك. باهي نجلة، أنت معناتها شنو الأعمال نتاعك؟ فوست نوت مع مجدي سميري، جيت معانا وقت حكينا على الفيلم هذا. شفناك زادة في شريط تلفزي على بن علي والهروب من كرتاج. سينو أول إكسبيريونس نتاعي كانت في مسلسل دنيا. مسلسل دنيا. سناحم برحومة. فوالا مسلسل الدنيا اللي حقق نجاح كبير لدرجه اللي انا ما نعرفوش. هو ما حققش نجاح، مي سي اون اكسبيريونس. لا لا انت ليه انا خاطر انا تكتب دنيا نسخه غلطوا جماعه هنا معناتها. لا لا دنيا ونص. يلا باش نتعرفوا على نجله بن عبد الله فريال في مكتوب ثلاثه. اول مره وقفت قدام الكاميرا. سيتي في مسلسل دنيا، معناتها معناتها تقصد ابار لي سبوت بيبليسيتير بيان ايفيدامون. لا 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 كاميرا قدام حاجه تصور. مسلسل دنيا. مسلسل دنيا. جيتيان. شنو البيبليستي اللي عملت؟ ايش تحب انت؟ ياغورت، سيرفيس جينيك، سيرفيس دو تابل، شنو تحب انت؟ انا ما نحبش شيء. اول مره خذيت كاشي من التمثيل. مسلسل دنيا. مسلسل دنيا. طب سي نورمال. كي نقصوا معناتها مسلسل دنيا مونتاج ما يبقى شيء في الحوار. اول مره عملت كاستينج. دنيا اخرى هذا مسلسل دنيا. استنى نزابي دونك شويه اسئله خاطر هما باش تحكي لي على الدنيا. اول مره تعديت الطياره بمطبات هوائيه وشويه لطحت. في عيد لي في عيد اون 2002 فوالا. في عيد شنو هو نهار عيد نهار العيد الصغير في اون 2002. منين لمنين مسافرة؟ تونس روما، روما تونس. تونس روما، روما تونس. دونك أنت 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 خدمتك الأصلية واللي مازلت متمسكة بها اللي هي؟ مضيفة بالخطوط التونسية. مضيفة في الخطوط التونسية. بالتحديد. قرفت سنة برشا وبلبزتها والدنيا كلها. لا جو سو كونتخ لي غريف، عملنا أون غريف، أون سول. تخلص مليح معناتها. ناي نخلص 5 ملايين، معناتها إن شاء الله معناتها نطلبوا معناتها باش يزيدونا في الشهرية. فهمت باسكو سي با نورمال معناتها واحد والله غدوة يصبح اضراب يا بنتي امان حتى بتفدليك ما تقولهاش نو نو سي با فري جوستومون سي ثورة قامت باش نقضيو على الشيء هذا واحنا عملنا غريف باش نترسموا خاطر انا بيرسونيلمون باغ اكزومبل 10 سنين عديت وانا كونتراكتويل دونك سي با نورمال C'est pas normal. On a demandé que la titularisation, يعني في الغريف نتاعها. دونك هذا يكذب الاشاعات اللي على تونيسير انهم يمشيوا باش يكون ازين وعلاقات دونك الزين هذا كله مش مرسم. لا اوردوني قبل 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 كنت بن معارف. مرتي ديما تقول لي ما عادش تتولد على البنات في نقولها راهو تمثيل راهو برنامج. اختي تنقلك من بعد شي حاجه. اوكي دونك تفضلت الامور تو في تونيسير؟ نو باسكو الغالب خليت برشا دي سيكيل معناتها. باهي ذكر معانا نجله اول مره كليت ريحه من عند نساتي في الابتدائي. حتى مره. قرايه كنت. نو حتى مره. اول مره قضيت قضيه لانك معروفه معناتها قضاو لك هكا سر. جميل. جميع تقضي ولا جميع ماكش معروفه؟ جميع نقضي قضيه خاطري معروفه خاطر انا ما بريفير نشد الصف ونعمل عركه كي واحد يدوبل على واحد معناتها دونك كي انا نعملها مش حلوة. نجله ست تحب تشد صف؟ ما نحبش مش اوبليجي سامحني مش جوليا قدام العباد. اول مره عرست؟ اول مره عرست صح برشا مره دي نهار. ليه؟ اول مره عرست عرست براجلي فوالا هي 11 ans. هي 11 ans. أول مرة صورت قلب وكتبت عليه الحرف الأول من اسمك والحرف الأول من اسم آخر. في الليسي. في الليسي. عمري 17 ans. 17 ans. أول مرة عرفت إنه الواحد كي يكبر يموت من بعد.
بعدها ملي تولي تعرفت شو با اوسي بيت كسا. اول مره ركبت في كار صفراء في الفاكولتي. في الفاكولتي وين قريت؟ قريت في فاكولتي نتاع منوبه. قعدت وكنت كل مره نقعد نستنى حتى لين تعدى الكار، حتى لين تعدى قبل ما يجي مترو المنوبه بيان سور. فوالا دونك لقيت غيوز معناتها تحفونه برشا اللي هي الفوشيك. اللي هي؟ فوشيك. شنو فوشيك؟ فوشيك ما تعرفش فوشيك؟ ما عرفتش بفوشيك؟ اي فوالا تحط فوشيكه بق تفجعوا العباد بتدبر بلاصه وانت قاعد. ابارامون انت تزيد برشا في الكلام. لا لا والله سي فغي سي فغي سي فغي اون بليس. باهي اوكي بالله ليكيب نتاع الاولاد كان عندنا فوشيك مازال عندنا من الفازات نحب نستعملهم بعد. بالحق رانا نحكي، المرأة التونسية ذكية برشا وتعلمت برشا حاجات من المسلسل المكتوب، معناتها المسلسل المكتوب على عكس ما يقولوا عليه ينجم يحل عينين المرأة، صحيحة الحكاية ولا لا؟ المرأة مش مستحقة باش عينيها تتحل؟ لا عادي، لا كي المرأة كي الراجل. لا لا دوبي اكس تون المرأة ذكية برشا، إنك كيدهن العظيم تعرف. المرأة التونسية عينيها محلولة على الأخر. مش عينيها محلولة، إلي تري انتيليجونت. عينيها محلولة كيس سافو ديا مذكيه برشا المرأة التونسية. أولا تعلمت تتفقد بورتابلوها بعد كل مكالمة وتسوبريمي آخر أبيل. بوتيتخ. تعلمت تجس النبض قبل ما تقترح أي حاجة على راجل. وي. تعلمت ما تسوقش الكهرباء والبيبان محلولين. با فورسيمون. لا أنت من النوع اللي تبدأ تخاف هكا تسكر معناتها حتى كي تسوق في الليل في حاجة. أنت تحبني نعمل كونفيسيون؟ إي. قدام العباد الكل معناتها؟ اي انا ما عنديش بيرمي دو كوندير يا جماعه. اي عمري 32 سنه. وما عندي حتى قلق وما عندي حتى مشكله، اللي دايرين بيا هما اللي متقلقين اني انا ما عنديش بيرمي دو كوندير. في بالك اللي عمرك 32 اهم من انك ما عندكش بيرمي؟ علاش؟ سي تري امبورتون العمر معناتها. يحبوا يعرفوا معناتها. 32 استنى 32 ومعرس عندك 11 سنه هاك تدفنت بالصغر انت معناتها. ليه ما تدفنتش ترى فيها مدفونه يا شيخه. عرست عمرك 21 ربي يهنيك بيان سور نفدك ويطلع شي راجلك حزار ولا حاجه. تعلمت المرأة التونسية إذا راجلك تختار يا إما تحب راجل ولا تحب الفلوس زوز ما يجيوش. وي نجموش نختاروا كل شيء في الدنيا هذه. تعلمت من مكتوب أنه البلاد صغيرة وكي تعمل عاملة راهي بلاد كاملة تولي تحكي بيك. صحيح. تعلمت كي نهار تشري ساك بزوز ملايين تفكر في الفقراء والمساكين اللي عندهم كان مليون باش يشريوا ساك. هذه فريمون تضحك سانسيرمون. معناتها انت اذا كان عندك تي بو تو بيرميتر انا جو بو با مو كومباري ا كيلكان كي بو سو بيرميتر باغ اكزومبل صح علي معناتها اي فوالا وهو معناتها احنا نقولوا ساعات اللي حتى اللي يخلص 10 ملايين يحب يخلص يقارن في روحه باللي يخلص 20 معناتها ديما هذيك مشكلتنا في تونس احنا فوالا طبيعه العبد به فما حاجه مهمه انه التونسي ما يفرقش بين التمثيل والحقيقه لهنا باش نحكيو بجديه شويه بالحق نجله صارت لك مشاكل التونسي ما يفرقش بين الحقيقه ما خفتش انا اللي في بالي وخفت تصفيق على نجلة عنا برودكسيون قوية يعطيهم الصحة بالحق معناتها تو نحكيو بجدية العباد جدد عليهم معناتها وصارت لك حتى مشاكل على الانترنت وعلى الواحد معناتها بون مش مشاكل معناتها برشا يسبوا فيك وغيره لانك سخايدوك عامله عامله. وي معناتها صارت الحكايه هذيا اما بون جو مدي معناتها يلي طون تو باش نفهم التمثيل مي لو فيت اللي هما كرهوني سي اون ساتيسفاكسيون بور موا معناتها كيلكو بار معناتها جي ريوسي مون رول سي با مال معناتها جي كونفانكو سي ليسونسييل ابخي تو من بعد فما زاد اللي عجبهم برشا داو وفما اللي قالوا لي يعطيك الصحة فريمون مثلت مليح فريمون دونك فو با بخوندر كاين الحاجات الخايبة فهمت الحاجات الباهية ديما أكثر وتغلب فهمت. هل اكتشفت أنه التونسي دونك ما يفرقش باش نسألك هل جيك شكون حابك تدخل له عند يوسف بالشيخ؟ ببلاد أي هل جيك شكون حاب يتسلف فلوس؟ لا هل جيك شكون قال لك أنا كونتابلي مانيش كي ناجح؟ لا لا اوكي اقعد معنا نجله فما شكون قلبه معبي عليك على الاخر بعد شوي نستقبله فيصل الحذيري. هذه لاباس معنا نجله بن عبد الله ولا فريال واحده من نجمات مكتوب ثلاثه ولا لي ديكوفيرت نتاع التوانسه في مكتوب ثلاثه فما شكون قلبها معبي عليك على الاخر يا نجله نستقبله فيصل الحذيري.
مبروك اللوك ساعة. لا عايشة. عايشة قال لي خزينة. أنا اليوم جيتك بذمة. مرحبا. مغشة ليني. ليني الغصك شكش خارشة. لا عاد ما تغشش علي. ولا متغشة لي. جي. حتى الطفل اللي مطلعته لفوق في السازيام ولا مطلعته لبيت النوم ليش؟ هو طلع وحده هو. أنت طلعتيه. بعقله ولا إيه هو؟ أنت هو بيني وبينك مهبول. حتى هو نايم بيناتنا. طلع طلع لل مضطرب شوي هو مضطرب هيك هذيك هو حتى نشقل كنت طلعت البيت النوم وقال لك والله سامحني راك سوء تفاهم قاعد استربي طلعتي البيت النوم مش الكوزينة اي جريمة هو سوء تفاهم اي انا على حسن نية راه ما حسن نية لحد شيء عم انت جبتيه منه وذلك وحبتي تعمل ما دوني الحق بتاع ربي نا يتفرج فيه لا تو هكا انا وجهي بها واحد وراس ربي انت 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 الحق بتاع ربي انت ما دوني والله انت ما دوني راه هو عمل معايا هو طلع فيه فادان شوي لما كنت عملتي الحب بتاع ربي عملتي ايش كلو هذه شريتها بالذمه مش نقابلك مش نطلع انا زين منك والله ما حلو الله يبارك الله عليك ايش ايش ايشك يا نجله اسمعني انا نقول لك حاجه زاده قول لي ثم حاجه ما عجبتنيش فيك راه اه يا عزيزتي تفضل اللي هي علاقتك قضايا بال شو اسمه هو الناشي مع ناشح ولا كان ناشح هذاك كتابلي في ناشح منك براس مياتك شو منك ما عنديش علاقة بيه لا لا ناشح منك دخلتي في الحبس كاقة واشر ومشكين لا قبل العواشر أنا دخلت لا لا دخلتي في العواشر لا 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 والله حرمتي من حلقة ثانية مرينة أنا اللعب هذا ما نلعبوش في العواشر والله ليل خلق حلقة 15 نار وكيف العدم ولا ينفت خرارة مرارة أو ماشي أو جيع بتعطي لكم لا قصيت لها خبزة حتى من الحلقة 15 ما عادش ما شفناهاش خرج موهق بنته ومرته ماتوا ماتت بنته ولا الله يرحمها الله يرحمها الله يجعل البلي ولا هي الحمد لله معناتها مت نهار الجمعة ومت معناتها في رمضان سجي رمضان معناتها ربي يرحمها وينعمها ما تفكريني انت بالكسندرة قبل ابو الشريرة قبل المجنونة بالحق عليك 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 كمبارس كبير انت بيسوع والله ولا الحق بتاع ربي مشحونه مشحونه عليا ولا مشحونه مشحونه مني كنتي على خاطر وجعني الحق بتاع ربي هذا وجعني جا ربي لا تبكي والله وجعني الحق بتاع ربي ايه ما تبكيش تحب تمشي بحذيها لا 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 تحب تمشي بحذيها وجعني البينه ولا وجعني انت قلتي لي تحك لي ما انا بالليل ربي لا تتحيني ربي لا نتحيل ربي لا نتحيل عايزك لا لا راني وليا كيفك لا وليا راني وليا كيفك ما انا ننسك براس ماتك في مكتوب ورا رشحي ماني مانتك رشحي قولي قولي راهو هو طلع يا امور واضحة انا كركرت من وذانا قلت ربي حتى تبغي سري قولها انت هذه قولها واش خاصك شنو هي اللي قوليها قولها هذه اللي انت كركرتيه من مروج وساه من لوطة وطلعتها فوق نقول اللي انا كركرته قولها في المكتوب ورا قولها خليه يخرج مسكين لا انا نتحيك والله والله نرضى عليك ترضى عليا تقولها هكا هو هاتي شيت معاك قولي قولي نقولها 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 وزيد نقولها زغروت عليها بلا ما هي نحب نديلك غناية نديلي وكان انت قاعد باش تقولها قولي نقولها لك قريب وجلالي قريب وجلالي قريب وجلالي زارتي هاتك وريريري هاتك الصحة ما رأيت ولا أقري الناس فيصل الحبيري شوية نهار كمان أنا فنان نحب بنبوشة لا والله أنا نحب بنبوشة لا والله لا بوس نجلة لا الناس لا أخوي ما نحبهاش كنت رفع إن الناجي ولا الناجح ما نقول لك هاي بنبوشة لا 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 حاجة لا 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 لا
نقول لك الله قاعد نتاعك نقول لك يا الفيصل العزيز. شدوك عبيد هكا في الشارع يبداو يناقشوا فيك ولا لا في, في, في مكتوب في اللي صار علاش عملت هكا وعلاش عملت هكا؟ ما يناقشوا فيا لا ها، اما ديما يقولوا ياسر ياسر تو تخو ميشونت مع الراجل عليه هكا وعليه مسكين هو بنته ماتت ومرته سي اوفير لي فين وترى شنو معناتها مسكين معناتها فريمون حكيم سخفهم بصفه غريبه. شكون اكثر الممثلين اللي 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 تفاهمت معاهم معناتها اللي لقيت معاهم اونتونت كبيره وانت تمثل في مكتوب ثلاثه؟ بون بيان ايفيدامون حكيم خاطر نعرفه من قبل معناتها سا سي سور فوالا يجمعكم ياغورت وملح. ياغورت وملح بيان سور. فما مريم بن ميمي، فما مريم بن شعبان، فما سانسيرمون فما نادي زيد ابو سته، هذوما اللي اكثر صورت معاهم بيسكو مريم بن شعبان كوتش بن شعبان هي الكوتش نتاعنا فهمت. دونك نرجعوا للنقد الكبير اللي تواجه برشا نقد اخلاقي تواجه المكتوب ثلاثه. اي ياسر جرأه مش نتاع عائلات. قالك واحد مرة أمه دخلت عليه تلقاه يتفرج في مكتوب، معناتها شوف الوضع شنو، معناتها صارت له مشكلة هذا هذا سلكها ولا كيفاش تقول أنت النقد هذا معناتها نجم؟ سامحني دو مومون أو توي أدولت معناتها تنجم تتفرج في أي حاجة معناتها ومن ناحية أوزي معناتها سي با أوسي أوزي كون كون لو بريتون فهمت؟ Reste que, elle, personnellement, je suis contre l'idée de Sraal. Il faut que je fasse un seul qu'un. على خاطر نحبهم يقعدوا فك الامبيونس نتاعهم نتاع الطفوله نتاع البراءه بشويه بشويه جايينها جايينها معناتها باش يكبروا معليش يكبروا قبل عمرهم فهمتني؟ معناتها جو فوا كو طفله صغيره مثلا انا تبدا تتبع في مسلسل معناتها انا قبل ما كانوش يخرجوا نتفرج في مسلسلات باغ اكزومبل ما تحكم في في ولدك قبل ما تنقدني هكا تقول بيان ايفيدامون بيان ايفيدامون معناتها ان انفون كو تو لو فيو با ما يفهمش مش كيما كبير معناتها 8 سنين ولا 10 سنين ولا 7 سنين تفرج في مسلسل معناتها جوستو ماما كي ناخذوا التفسير النفسي للحكايه اللي عشتها انت صغيره معناتها ونمشيو فرويد يحكي على التصعيد انت تلما ما خلاوكش تتفرج في مسلسلات ترشقت عند اول مسلسل معناتها في مكتوب لا 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 والله لا انا كيف جيتك المره اللي فاتت لبس شنو قلت لك؟ قلت لي شنو الدور اللي يحب تمثل مع رجال؟ كيسكو شتي دي؟ قلت لي فريال قلت لك لا سبيسيالمون فريال قلت لك نحب نمثل دور الشريره خاطر لي رول اللي عطاهم لي قبل سي دي رول دو جونتي اي كوم سا كول مون بروفيل معناتها الناس تعرفني هكا ما شافوش اللي انا ممثله اللي انا نجم ممثل فهمت دونك ديكو افيك لو رول دو فريال فهمت شافوا اللي انا جو بو اتر معناتها ميشونت معناتها جو بو ريبريزونتي ان بيرسوناج اوتر كو موا دون لا في معناتها هو الناس مش على الشر يحكيوا على على قلت لك الجراه معناتها مثلا الشله انتم بنات السميق نتاعكم فوق الركبه ديما تلبسوا قصير شويه اغراء اللقطه ذيك في بيت النوم غيره معناتها شافوها معناتها معناتها انت ما تقلقش كي يقولوا عليك ممثله اغراء مثلا مانيش ممثله اغراء انا انا ممثله بوان باغ داكور اذا كان انا يقولوا عليهم ممثله اغراء لا مش في البوان في البار سامحني اكس واكغيك شو يقولوا عليه فهمت شكون اكس شكون اكغيك ظافر لا 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 مش نحكي على ظافر انت انا عندي هذيك بور موا سي ان رول فهمت انا خرجت منه عملت فريال على روحها وروحت للدار فهمت خليتها غادي في البلاتو روحت فهمت دونك اما انا نحكي لك في حاجات يتقالوا نعرف تو معناتها نعرف يتقالوا معناتها القصير وكل شيء القصير هذاك كله موجود في تونس وكل الشعب التونسي كله يلبس هكا وست كاتيجوري ست كاتيجوري معناتها دو بيرسون معناتها سبيسيالمون سبيسيالمون ست كاتيجوري دو بيرسون كي فريال وكل سابي دو سيت فاسون فهمتني دونك كان قريب من الواقع اظني كيما التمثيل كيما التمثيل سي تانار المكياج والكوستيم Pareil, le maquillage, c'est fait pour Feriel aussi. Le costume, c'est fait pour Feriel. Voilà. C'est pas fait pour Najla. Donc c'est un tout, c'est évident, c'est un tout. Justement, justement, mais هذا حاجات من الحوايج اللي تقالوا احنا نحكيوا عليهم نجلة justement. Mais انت عندك القدام معناتها بعد فوست نوت اللي فيلم جديد معناتها في النوعيه نتاع افلام جديده ما نعرفوش كيفاش تحكم التجربه نتاع فوست نوت سماها نجحت ما نجحتش خاطر الجماهيرين ما كانش اقبال كيما متوقع معناتها رغم اللي الدعايه جا في فتره ماهيش طايره على الاخر انا بالنسبه لي نجح
داكوغ حتى ولو انا المساهمه نتاعي كانت معناتها بون لو سول رول فيمينان جو كرو معناتها في فوس نوت. مي بالنسبه لي انا نجح باسكو حاجه جديده فهمت، واي حاجه جديده معناتها سي ان تروبلان معناتها الحاجات اخرى فهمت. انا بالنسبه لي انا نجح وسورتو لي جون شافوا فوس نوت سورتو لي جون خاطر يحبوا يشوفوا حاجات جدد فهمتني. دونك بالنسبه لي انا نجح بالنسبه للمكتوب تشوفها مسيب اللي ركزت معاها اكثر من الاخرى معناتها لي جون الكبار الصغار. والله نحب اقول لك الحقيقه الناس كل ركزت مع مكتوب حتى اللي نقدوه الناس كل واللي يكرهوا مكتوب تفيق بيه بالسرقه يتفرش المكتوب جيتهم ودخلت عليهم هذا هو يظل نفس الشيء هذا هو اللي نحكيو عليه دخلت عليهم يتفرجوا. انت اوتيس قالوا لك راهو الطياره دورك في مكتوب اغزلي احنا في لو دومين نتاعنا نتاع المضيفين والمضيفات اوني اسي اوفير معناتها احنا مش معناتها متفتحين معناتها رانا منحرفين احنا رانا الناس متفتحين اوني ارتيست كيلكو بار فهمت. دونك اللي يضرب على العود واللي يشطح واللي يعمل في ميسيون واللي ترى شنو دونك دو كو سي دي جون براتيكمون دي جون دو ميليو فهمت. اللي افكتيفمون عجبهم الدور وعجبتهم البريستاسيون وبالعكس معناتها من الناس هذوما بالذات ما لقيتش معناتها بالعكس بالعكس ما فما حد براتيكمون حتى واحد بالعكس يحبوا يعطيو تريحه ليوسف بالشيخ دايوغ جوستومون. اما وانتوما زاد الخدمه اللي تخدموا فيها حلوه برشا خاطر مثلا انت تحب تطلع ممثله باز راهو في الشهر فما 20 30 مخرج يطلعوا في الطيار تزلق له كارت فيزيت تفرح به اكثر من غيره تحب شي حاجه معناتها تحب تطلع درشنيه تلقى نقول لك حاجه عندكم شانس كبيره. المجري طلع معي برشا مرات ما يعرفنيش باسكو يفو اتر بروفيسيونيل فهمت. انا عندي ديك سيت ان كليون شنو نعطيه كارت فيزيت سي با بروفيسيونيل دي تو كوم عاد لو موند بارفي زاد انت تعمل اللي فيه زاد فتحي الهداوي سي ان غران اكتور عرفت عليه في طيار يطلع معي برشا مرات ما يعرفنيش اني انا مثل فهمت. واضح واضح. هو في الطياره في رمضان منعوا المشروبات الكحوليه عم يظل حطيتهم كل في مكتوب جوستومون سي في بور. عندك عروض مثلا جاوك هكا نصوص تقرا فيهم توا ولا ما زالت مش واضحه؟ لا با بور لو مومون ديجا انا بور لو مومون مش نرتاح شويه نتهي بداري شويه فهمت خاطر خدمت برشا البيرود اللي فاتت اون بليس دو سا معناتها خدمت حتى في دي فيلم ايطاليان وكل دي بارتي سي دي بتي رول سي اون بيل اكسبيريونس كو ميم نرتاح شويه بروحي وداري ومن بعد اون فيغا لحد الان ما فما حتى عروض. انت معرسه عندك 11 سنه راجلك شنو قوله في المسلسل؟ براجلي وفاميلتي ذيك حاجه كي سي موا دونك تشجعوك اللي نعملو فاميلتي فا مو سوتونيغ دونك سي لا كونستون دون ما في الحاجه الوحيده اللي ما تتبدلش دونك واضح ان شاء الله ربي يهنيك. شكرا لك نجله بن عبد الله نورتنا ليله في لاباس تصفيق على نجله بن عبد الله صحه لاباس لليلة وفات نتقابلوا غدوة تصبح على خير وإن شاء الله تونس ديما لاباس.